السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الفرقة الرابعة شابة نظم المعلومات الإدارية أهلا بكم مرة أخرى في الفيديو الثاني لسيكشن مادة مقرر تطبيقات الحاسب في إعداد التقارير للأستاذ الدكتور مفرح محمد سالم تناولنا في الفيديو السابق شرح برنامج الإكسل وتم التعرف على واجهة البرنامج وأيضا تناولنا بعض التطبيقات العملية والتي من خلالها تم التعرف على مجموعة من الدوال والعمليات الحسابية مثل قاعدة إف ودوال ودوال كونت ودالة ميني ولارج وماكس وعرفنا أيضا إزاي بعرف المتوسط وفي آخر فيديو تم عرض بعض الأسئلة اختياري وصح وغلط بإذن الله في هذا الفيديو سيتم شرح برنامج الباوربوينت وبرنامج الباوربوينت هو أحد برامج مايكروسوفت وهو برنامج مخصص لصناعة العروض التقدمية والتي من خلاله يمكن عرض عروض تقديمية للمؤسسات والشركات أو عرض فكرة معي لمشروع معين أو بستخدمه بيساعدني في الشرح للطلاب في الجامعات أو المدارس أو, أو بعمل بيه فيديو تعليمي إن أنا بوضح فيه فكرة معينة أو عرض نتائج للدراسات وأبحاث طيب فرضا قدرا انني ما عنديش برنامج الباوربوينت اتصرف ازاي في مواقع بتقدم لي نفس الخدمات بتاع برنامج الباوربوينت اللي انا من خلالها بقدر اتعامل معها كاني بتعامل مع الباوربوينت المستتب عند الجهاز نيجي نستعرض هذه, الم... هذه المواقع ناخد ان شاء الله موقع هنستعرض موقع واحد هيساعدنا للناس اللي ما عندهاش البرنامج اول موقع موقع الخاص بمايكروسوفت اوفيس اللي بي... هو بيقدم لي البرامج بتاعته كلها اونلاين زي ما زي ما انتم شايفين الموقع, الموقع بيقدم برنامج في الخدمات او الخصائص اللي فيه زي, زي الموجود المتسطب عندي على على الكمبيوتر فان شاء الله اللي ما عندوش البرنامج يقدر يطبق هنا نيجي نرجع تاني لواجهة البرنامج اللي عندي نتعرف على الواجهة عندي واجهة البناء بتتكون واجهة البناء اول حاجة مجموعة من القوالب او النماذج النماذج الموجودة عندي في الجهاز أول قالب عندي عندي لو عايز أعمل قالب عندي أو نموذج بقدر أشتغل عليه من الصفر وأقدر أصممه من الصفر بقدر بختار بلانك بريزنتيشن طيب عندي مجموعة من القوالب الجاهزة إن الب... البرنامج مايكروسوفت مجهزها أو مصممها جاهزة بقدر أختار منها أي قالب وأقدر أعدى عليها زي ما أنا عايز طيب بقدر أ... طيب مش ع... في قوالب كتير لو عايز القالب دي مش ع... عاوز أختار مجموعة قوالب تانية بختار مور سيمز واقدر اختار مجموعة من القوالب تانية كتير واللي يناسب شغلي مثلا عاوز قالب خاص او نموذج خاص بالإدوكيشن بقدر اختار قالب من القوالب الجاهزة الخاصة بالإدوكيشن واقدر اختار اللي هيناسب الشغل بتاعي طيب نرجع تاني نعم او تاني حاجة عندي في واجهة البرنامج الرئيسية عندي حاجة اسمها ريسنت تحت هي بتعرض لي مجموعة الملفات التي تم العمل عليها او تصميمها او عرضها على البرنامج وفي في وفي زي ستة عشر او ستاشر بتبقى عندي على اليمين موجود عندي ريسنت وعندي القوالب موجودة على الشمال طيب نبدأ نخش عندي بلانك برزنتيشن ده انا هصمم من الاول تاني من الصفر اول ما بخش عندي واجهة البرنامج انا عندي واجهة البرنامج بتتكون واجهة البرنامج شريت شريط العنوان اللي هو التايتل بار اللي هو موجود في اسم الملف زي ما انتم شايفين برزنتيشن فايف اللي هو الاسم الافتراضي اللي, اللي بديهولي البرنامج للملف عشان اول ما بفتحه خالص لما بخلص تصميم طبعا بحفظ الملف بالاسم اللي انا عايزه او بالاسم اللي يريحني طيب تاني حاجة شريط الوصول السريع لو شريط الأدوات السريع اللي أنا بقدر من خلاله عبارة عن مجموعة من او بقدر أحطها أقدر أوصل لها بسرعة طيب أنا عاوز أدوات تانية عاوز أضيفها في سهم لتحت بضغط عليه بيبدأ يظهر لي بعض الأدوات اللي أقدر أسرع. أوصل لها بسرعة زي برنت بريفيو اللي هو العرض قبل الطباعة اللي هو بقدر معاينة قبل الطباعة بعد أند برنت بقدر أتك عليه وأقدر أضيفها فوق عندي زي ما أنا طيب عاوز أعمل اللي هو بقى مستند جديد في الباوربوينت بضغط عليها بردك بقدر ادفع عشان اوصل لها بسرعه طيب تمام طيب. ننزل تحت نبص هنلاقي في مجموعه من التبوبات زي برامج اوفيس كلها بتحتوي على مجموعه من التبوبات الوورد بيحتوي على مجموعه من التبوبات والاكسل زي ما احنا عرفنا في الفيديو السابق مجموعه من التبوبات فيها مجموعه من الاوامر نختار منها اللي يناسبني طيب هنا هنا هوم هوم وانسيرت وديزاين ديزاين وانيميشن وازيد تبوبات بتحتوي على مجموعات بداخل كل مجموعة مجموعة من الأوامر عندك عندك قائمة هوم أو تبويبهم يحتوي على مجموعة كليب بورد اللي هي بتحتوي على البيست وكات وكوبي وسلايدز بتحتوي فيها مجموعة من الأوامر والفرونت والباراجراف والدروينج والإيديتنج طيب يبقى عرفنا إن هو كل تبويب يحتوي على مجموعة كل مجموعة يحتوي على مجموعة من الأوامر وهكذا انسيرت عند التيبل والإيميج وهكذا طيب نخش ننزل على على الحته اللي طيب الحته دي بتنقسم لقسمين عندي القسم الشمال وقسم اليمين القسم الشمال بيحتوي على مجموعه مجموعه الشرايح اللي انت صممتها او موجوده عندي في قلب المستند زي ما انتم شايفين كده اه انا هنا الشريحه اه 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 انا عندي شريحه واحده الشرائحة. الجزء ده هو عباره عن انعكاس للشريحه المفتوحه قدامي يعني اللي هو الجزء الشمال ده عباره بيحتوي على مجموعة الشرائح اللي أنا صممتها أو اللي أنا أدركتها وبرضك بيبقى انعكاس للشريحة للشرائح للكلام الموجود كله يعني مثلا لو كتبت هنا بسم الله الرحمن الرحيم لو بس هنا هناك في الجزء اللي هو يحتوي على بيبين الشرايح الموجودة عندي هتلاقي عندي بسم الله الرحمن الرحيم بدأت تظهر يبقى عرفنا ان هو الجزء الشمال ده انعكاس ما تم كتبه في هذا الشريحة يعني اللي انا بكتبه في الشريحة اللي انا بصممها بنعكس عندي في الجزء ده طيب نخش بعد كده طيب لو بصينا هنلاقي في جزء من ظهر كده الجزء اليمين من دي في الازدراء لازم نكون يكون متوصل نت عشان يبدا يظهر عندي في... دي بيظهر لي افكار لتصميم شرايح فلو عن... او سلايد بيبدأ عندي بيقول لي أفكار الشرايح طيب عندي لو انا هنلاقي أفكار لتصميم شرايح جاهزة ببدأ أختار منها الشريحة اللي يناسبني أو الشكل اللي يناسبني طيب خلاص عرفنا الجزء اللي فوق ده نخش على الجزء اللي بعد. شريط الحالة شريط الحالة بيحتوي على عدد الشرايح أو السلايد الموجود عندي اللي أنا شغال عليهم وبرضك عندي اللغة اللي أنا شغال عليها عندي أيضا بيحتوي على الزوم إن. والزوم اوت اللي هو التكبير والتصغير للشريحة وبعد كده الزرار ده عبارة عن طرق عرض الشرايح هنتعرف عليها بعدين لما نوصل لعرض الشرايح طيب هنخش كده مع بعض هنش... هنجيب موضوع ونبدأ نشتغل عليه نصمم عليه الباوربوينت انا عندي هصمم عن... تد... هناخد آه... في المقرر بتاعنا نوع... تطبيقات الحس في اعداد التقرير هناخد الباب الأول اجزاء من الباب الاول نبدا نسمع عليه طيب انا عندي الباب الاول اسمه اساسيات التقريب انا عندي اول حاجه بيبدا بيقول لي بيقول ديف كليك تو اد تايتل اللي هو العنوان بتاعي العنوان, العنوان انا عندي اسم الماده تطبيقات الحاسب في اعداد التقارير فانا مثلا هعمل لها كوبي بيست عشان الوقت بتاعنا كنترول سي بعمل كوبي للنص واروح كنترول في كنترول مع في بيبدا يعمل لي بيست للنص او الجمله اللي انا جبتها طيب هنخش لو بس انا على الشمال بدا بعد ما عملت بيست للجمل بدا يزهر لي الاشكال اللي تناسب النص بتاعي هنخش طب تحت بيقول لي كليك تو اد سب تايتل اللي هو العنوان الفرعي العنوان الفرعي احط الباب, الباب الاول اساسيات التقرير. الباب الاول اساسيات التقرير طيب انا خلصت الشرح الاول او السلايد الاول عايز اضيف سلايد جديد او شريحه جديده عندي ثلاث طرق بقدر اضيف منها يا اما من قائمه هوم واتك نيو سلايد بيبدا يضيف او من قائمه او من انسرت عندي بردك نيو سلايد او عن طريق اللي هو الجزء الشمالي اللي هو زرع عندي واقف في حته فاضيه اتاك كليك يمين وابدا اقول له نيو سلايد طيب تمام انا عندي هنخش بعد كده الموضوع المحتويات عندي في المحتويات كنترول سي كنترول في بعد كده نجيب المحتويات اللي عندي اللي اقدر اضيفها الناس عندي دي المحتويات بتاعته كنترول سي كنترول في طيب احنا لو بصينا اتجاه الكتابة هنلاقيها من الشمال لليمين فانا عاوز اغير اتجاه الكتابة عندي طيب عندي اتجاه كده من قائمة هوم باراجراف وعندي اتجاه الكتابة دي اتجاه دي من ليفت تو رايت right. تكست ديكوريشن اللي اتجاه الكتابة طيب انا عاوزه من اليمين للشمال فبختار الاعدادة واضغط عليها رايت تو ليفت ابدا عندي حط لي اتجاه الكتاب من اليمين الشمال وهكذا نفس النظام اختار من إن الشمال لليمين خلاص بقى هو مختار طيب انا عاوز بقى تكست اون لاين عايز اضيف خليهم يمين محاذاه ناحيه اليمين فابدا اختار اللون محاذاه ناحيه اليمين طيب تمام بعد كده اكمل في بقيه السلايد اول حاجه عندي أساليب عنو... أساليب الاتصال أبدأ أخدها كوبي وأحطها في شريحة جديدة وأشوف اتجاه الكتابة الأول فين عايز أعملها من يمين الشمال اللي أختار لما أخذ أساليب أساليب الاتصال أخدها كوبي كنترول سي وهنا واجي هنا واشوف اتجاه كتابة فن بتاعي اختار من اليمين الشمال وابدا كنترول في طيب اختار بقى عند المحاذاه هنا اختار المحاذاه بتاعتي يكون من ناحيه اليمين من فوق من هوم باراجراف واختار المحاذاه بتاعتي اللاين رايت طيب او كنترول ار اختار اضغط كنترول ار لو المحاذاه ناحيه اليمين طيب نكمل بقيه السلايد انواع الاتصال عندي أبدأ كليك تو اي اللي هو دي في العنوان عندي انواع الاتصال وابدا المحاذاه بتاعتي ناحيه اليمين عندنا انواع الاتصال الاتصال الشفوي الاتصال الكتابي وابدا الف واشوف اتجاه الكتاب اخليها ناحيه اليمين تكون رايت right تو طيب انا خلاص اتاكدت ان اتجاه الكتاب رايت right تو ليفت اشوف المحاذاه اعملها ناحيه اليمين اعلم على النص كله اختار ناحيه اليمين طيب نيجي بعد كده بعد ما خلصنا هنخش على طبعا لما خلصنا كده نشوف الشكل بتاع السلايد مش مرضي طيب يعني اللي هو بوينت عباره عن طرق عرض طرق عرض ببدا اضيف بقى اشوف الديزاين بتاعي عشان شكل العرض بتاعي يبقى كويس اللي هو طريقه العرض طريقه الديزاين بتاع السلايد او الشرايح فبروح عند الديزاين واختار يكون هنا من سيمز اللي هو شكل الشرايح بتاعتها هيبقى شكله فبختار الشكل اللي يناسبني ولا هنا ولا يناسب شكل العرض بتاعي وأبدأ اضيفه طيب اختار الشكل مثلا ده طيب وابدا خلاص هو لي ان الشكل بتاع بتاع الشرايح يبقى على كل الشرايح اللي انا انشاتها طيب بعد كده هبدا انسى تنسيق النصوص ادخل على التنسيق بتاع النصوص عندنا انا عرفت ازاي بضيف النص انا عشان اي حاجه بعملها في البار بوينت بضيف صوره او نص او اي حاجه بتتضاف جوه تكست بوكس او مربع عندي بقدر اكتب فيه زي ما انتم شايفين المربع ده بيبقى له زوايا بقدر اكبره منه واصغره كبر وصغر هنا بقى هندخل على تنسيق النصوص فاشوف تنسيق الشكل شكل الخط السايز بتاع الخط اللي هو حجم الخط عاوز اضيف له لونه عايز اغير لونه ولا لا زي ما انا عايز ف فب... من قائمه هوم واجه هنا عندي في الفونت بختار دي, دي شكل أو... او اللي هو شكل الخط بتاعي انا عاوز الخط بتاعي شكله مثلا عاوز الخط بختار نوع الخط بتاعي هيبقى شكله ازاي فبحدد على الكلمه الكلام اللي انا عايز أغير شكل الخط او نوع الخط بتاعه واختار النوع اللي يناسبني طيب هنا عندي هنا حجم الخط الفونت سايز بختار بختار الفونت سايز بتاعي نفس اللي بعمله في برنامج الوورد فبختار الفونت سايز بتاعي هنا لو عاوزه بولد او ايتاليك لو خط مائل او خط تحته خط بختار اللي انا بقدر انسى النصوص زي ما انا عايز طيب لو عايز الكلمه الباك جراوند بتاعها لون او عايز هنا بختارها عن طريق حاجه اسمها تكست هايلايت من فونت من قائمه هوم وفونت وبختار لو عايز اغير الباك جراوند دي بتاع الخطوط بتاعتي من تكست هايلايت كلر وببدا اختار اللون او الباك جراوند اللي انا عايز. طيب. عايزه طيب عاوز اغير اللون بتاع الخط باجي هنا حاجه اسمها فونت كلر من قائمه هوم في مجموعة فونت واختار الفونت فونت كارف فبختار لون الخط اللي يناسبني طيب نيجي هنا نيجي نتعرف لو عايز اعمل محاذاه عرفنا ازاي بعمل محاذاه للخط اللي عندي تلات انواع للمحاذاه اللي هو ناحيه اليمين او او في الوسط او ناحيه الشمال طيب كده ناحيه اليمين محاذاه ناحيه اليمين دي بخلي النص في الوسط طيب هنا بخليه ناحية الشمال طيب بعمل محاذاة دي بتبقى بالنسبة للبوكس اللي محطوط في النص المحاذاة دي بتبقى بالنسبة للبوكس المحطوط في النص بيبدأ بيعمل محاذاة بتاعتي طيب نخش تاني حاجة عرفنا ازاي بقى اتجاه كتابة. طيب عندي حاجة تانية نخش ازاي بقى؟ نخش على النصوص التانية عايز اعمل ديف محاذاة تبقى في الوسط فبختار من قيمة هوم وبراجراف بعمل محاذاة في الوسط طيب نيجي عاوز اشوف شكل عاوز اغير نوع الخط فبختار نوع الخط مثلا عايز ايا كان نوع الخط اللي انت عاوزه ببدا اختار النوع بتاعه وابدا عاوز بولد او بتحكم في سايز حجم الخط اللي عنده طيب طيب عايز اغير اللون بتاعه مثلا انا عايز اللون بتاعه يكون احمر او ازرق بردك هكذا المحتويات انا عايزة مثلا ازرق انا بختار الالوان على حسب الباك او السلايد بتاعه لازم يكون الالوان متناسقه مع بعضها طيب انا عايز هنا المحتوى ده مثلا عاوز اضيف في حاجة عندي في تنسيق النصوص أقدر أخلي الكلمة دي بزا... بزاوية تسعين في حاجة اسمها تكست ديكوريشن بتخلي اتجاه النص اللي هو التفاف النص بقدر أخليها كده ملتفة بزاوية تسعين أو مئتين وسبعين أو بالنز... بالشكل زي ما أنا التفاف في النص زي ما احنا شايفين ده شكل التفاف في النص اسمها تكست ديكوريشن. بيشوفها كتير في قلب الج... لو بصمم جداول او ايا إن كان انا يعني نجربها معا. طيب نخش بعدين او كل بوكس بيبقى ليه كل بوكس او كل عنصر انا بضيفه في الباور بيبقى ليه خصائص معينه له لو. لو بصينا فوق البوكس اللي انا واقف عليه في اسمه دروينج تولز اللي هو الادوات الخاصه بيه فبتك على الفورمات انا عندي اللي هو التولز اللي هو الصندوق ده او التكست بوكس له خصائص خاصه بيه اللي زي ايه عندي الشكل ممكن اضيف باك جراوند يبقى لي بختار الباك جراوند للتكست بوكس او بختار في حاجه اسمها الورد ارت ستايل اللي هو خاص بالخطوط انا عندي الخط او اشكال الخط بقدر اختارها من هنا نفس النظام شكل الخط اللي نسيم تاني حاجه التكست في اللي هو, إيه اللي هو عباره عن كولر بتاع الخط بختار الكلر بتاعه طيب عاوز الحروف اللي هو البوردر بتاع الكلمه او النص عاوز مثلا بكالر معين مثلا عاوز بكالر زي ما انتم شايفين برتقالي طيب تكست ال افكت اللي هو تاثيرات بتاعه الخط انا عاوزها شكلها فيها شادو زي ما احنا عاوزها 3 دي ايا كان بختار على حسب زي ما أنا عايز الشكل الخط أو التأثير على الخط بختار التأثيرات زي ما أنا عايز قدامنا كده طيب في حاجة كمان طيب دي خاصة بالبوكس السايز بتاع البوكس عاوز ارتفاع البوكس زي بتحكم في ارتفاعه والويتس زي ما أنا عايز طيب المحاذاة المحاذاة دي خاصة بالبوكس ذات نفسها هل البوكس عاوزه ناحية اليمين محاذاة ناحية اليمين ولا في الوسط ولا ليفت ولا عاوز ألاين توب اللي هو المحاذاة فوق ولا ميدل في الوسط ولا في البوتن فوقه أو تحت طيب فأنا عاوز المحاذاة ناحية في الوسط طيب خلصنا كده التنسيقات الخاصة بالنصوص نخش مثلا لو عايز أضيف صورة صور طيب علشان أضيف صورة مثلا هنا فبقول من قائمة إنسيرت عندي طريقتين لإضافة الصور لما أضيف الصورة عندي صورة على الجهاز بضيفها من بيكتشر وأختار مكان تخزين الصورة فين وأبدأ أضيفها وأقدر بردك أول ما بضيف الصورة بيظهر لها خصائص لو بصينا فوق بيكتشر تولز خصائص خاصة بها أو أدوات خاصة بها بقدر أتحكم فيها أول حاجة ان الصوره بختار السطوع بتاع الصوره يكون شكله ازاي او السطوع بتاع الصوره عامل ازاي تاني حاجه بختار الكالر بتاع الصوره اللي هو لون الصوره هيكون ازاي بختار اللون اللي يناسبني للصوره تاني حاجه عندي شكل عرض الصوره عاوز الصوره تكون هيئه دايره ولا مستطيل وله حواف ولا ليش... مستطيل وله شادو او ظل زل... او س... او زمان الشكل اللي يناسبني بقدر اختاره الشكل طريقه عرض الصوره طيب في حاجه طيب البيكتشر بوردر اللي هو خاصه بالحواف او البوردر بتاع الصوره عاوز البوردر لونها ايه هل لونها احمر هل اخضر بختار اللون اللي يناسبني طيب التاثير بتاع الصوره عاوزها 3 دي ولا عاديه ولا الشكل بختار التاثير اللي يناسبني وابدا احطه طيب في حاجة عندي كروب دي عبارة عن قص لو عايز اعمل قص للصورة او بقطع حتة من الصورة او بقطع الصورة فابدأ بختار الشكل اللي عاوز اوصل لغاية فين وابدأ عن طريق بقف على المربعات دي اللي انا واقف عليها وابدأ اشد واقص زي ما انا عايز اشوف الحجم اللي يناسبني او عايز اقص لغاية فين وابدأ اقص وبعدين بتك على كروب تاني يبدأ يقص لي الصورة طيب في حاجة اللي هو خاص السايز اللي هو حجم الصورة ارتفاع الصورة الارتفاع بتاع الصورة والويتس اللي هو العرض بتاع الصورة العرض طيب بعد كده مثلا عايز اضيف صورة تانية اعمل انسيرت لصورة تانية اتك انسيرت واختار صورة تانية طيب انا طبعا هنحط الخصائص بتاعتنا زي ما شفنا طيب أنا عايز الصورة اللي ورا دي تكون تكون قدام والصورة اللي قدام دي تكون ورا عندي حاجة في هوم اسمها الرينج بقف على الصورة اللي أنا عايزها تطلع لقدام وبقوله برينج تو فرونت اللي هو احضرها لقدام عاوزها لقدام فببدأ اتك عليه. طيب عندي حاجة تانية اسمها سند تو باك اللي انا ارسل اخلي الصوره ورا الصوره اللي قدامي طيب عاوز الصوره لو عند اكتر من صوره مثلا آآ آآ صورة عندي تلات صور فانا عاوز اطلع الصوره التالته تبقى التانيه عن طريق برينج تو فورورد لان بحط الصوره اطلعها لي هاتها لقدام صوره طيب عاوز ارسلها سا... عندي اكتر من صوره بردك فبقول له الصوره اللي قدام رجعها لورا ما ورا الصورة اللي وراها طيب بقدر اعملها بردك نفس نظام طيب في اكتر من صورة ونجرب مع بعض نف بيكت طيب عندي الصورة دي هاي طيب قلنا اول اختيار عندي اول اختيار عندي في الرينج من قيمة هوم اقول له بريق. برينج تو فونت برينج تو فونت اللي هو ارسل اخلي الصورة في الاول خالص طيب سند تو باك اللي هو برسل الصوره بخلي الصوره خلف في ورا الصور الموجوده عندي هنتك يعني عليها بدات الصوره تبقى ورا صورتين التانيين طيب عايز الصوره دي تبقى ورا الصوره ال... ورا الصوره التانيه اللي, ب... اللي, بعدها طيب اقول له سند باك وورد بخليها الصوره دي ورا الصوره التانيه يبقى هي التانيه مش الاولى طيب زي ما انتوا شايفين طيب انا عايز الصوره الاولى تبقى في في الاخر تبقى هي اللي ورا اللي ورا في اخر صوره ورا بردك نفس النظام طيب لو عايز اخلي الصوره لو عايز اخلي الصوره دي هي خلفيه للكلام اللي عندي بقدر اتحكم ان الصوره تبقى خلفيه من سند من عندي هنا اما فورمات لما سند باك وورد واتك سند تو وابدا احط الصوره اخد الصوره تبقى ورا الكلام زي ما احنا شايفين بالنظام اللي قدامنا ده طيب عرفنا طبعا التأثيرات او الادوات الخاصة بالصورة ننتقل على ان انا اضافة فيديو عرفنا ازاي بدرج شريحة جديدة عن بتك كليك يمين في الش... عندي اللي هو الطريق اللي هو بيظهر عندي الشرائح الموجوده عندي كليك من في حته فاضيه وتا نيو سلاين. طيب انا عاوز ادرك فيديو زي... عايز ادرك فيديو في قلب السلايد دي يا شباب عندي طريقتين لادراج الفيديو عندي من قائمه انسرت واروح في الميديا مجموعه ميديا واختار في فيديو في سهم واضغط لما اختار اختار فيديو من اونلاين أخ... اجيب اللينك بتاعه واضيفه واعمله له انسرت او فيديو عندي موجود على الجهاز طيب انا عندي فيديو هجيبه اونلاين اونلاين فيديو هيبدا يظهر لي انتر ذا يو ار ال فور اونلاين فيديو هات الرابط بتاع الفيديو طيب فانا عندي فيديو لاهميه التقارير عندي فبشوف الفيديو اللي قدامي اجيب اقول له مش مشاركه واخت... وانسخ الرابط بتاعه النسخ واروح على الباربين واتكه كنترول في بنسخ الرابط بتاعه التكه إنسيرت هيبدا عندي يجيب لي الفيديو من من اليوتيوب زي ما انا عملت له انسرت زي ما جبت الرابط بتاعه ابدا اعمل لي انسرت وابدا عادي اشغله ادور اشغل الفيديو عادي بس لازم أن اكون متصل بالنت محتوى بالنسبة. الوحده الثالثه طبعا بدايه سوف يكون هناك تعريف التقارير ريبورتس ديفينيشن او طيب انا عايز اتحكم في حجم الفيديو في لما اتحكم في حجم الفيديو عايز اللي هو حجم اللي هو العرض والهاي بتاع الفيديو لما من عن طريق المربعات اللي في البوردر بتاع الفيديو ده بقدر اكبر واصغر الفيديو زي ما انا عايز او عن طريق من, ك من فورمات يعني طبعا قلنا كل ادراج ل إيه مثلا اداه معينه لها خصائص او تولز او ادوات خاصه به من فورمات اروح على الفيديو تولز فورمات عندي السايز واروح على الهاي بتاع الخاص بالفيديو والويتس الخاص بالفيديو اللي هو العرض بتاعه طيب تمام عرفنا ازاي بتحكم في الفيديو ايضا له خصائص بردك الشتوع بتاعه عندي بردك الكالر بتاعه او طريقه وعندي بردك الفيديو ستايل شكل الفيديو هيكون عامل ازاي في العرض بتاعه او البوردر بتاع الفيديو البوردر اللي هو الاطار بتاع الفيديو يكون اللون بتاعه بختار اللون بتاع الفيديو أو شكل عرض الفيديو هيبقى الشكل بتاع العرض بتاع الفيديو هلو شادو بختار بجرب الأدوات دي مع نفسي طيب بعد كده إدراك في عندي رسومات بيانية هبدأ أضيف رسومات بيانية عندي طيب أنا أول ما بدرك شريحة بيبقى فيه بوكسات جاهزة طيب أنا عاوزها فاضية. طيب بقف عليها يا بقف على الشريحة اللي عنده اتاك كليك يمين ولي أوت واختار اللي هو الشكل آه عاوز البوكسات هيبقى عاوزه فاضي أنا عاوز اللي هو الشريحة أو السلايد تكون فاضية فبتاك بلانج. هل عاوز الشريحة تكون متقسمة ناحيتين يكون عنوان عنوان فوق وبوكسين اللي هو بضيف ممكن أديفهم صوره او فيديو ايا كان او اضيف انها يكون عن العنوان اللي هو بوكس واحد فوق اضيف فيه العنوان او بضيف فيه صوره زي ما انتم شايفين تايتل سلايد واضيف فيه عنوان رئيس وعنوان فرعي او عاوزها بلانك اصمم زي ما انا عايز طيب عاوزها بلانك طيب انا عاوز اضيف رسومات بيانيه باجي من انسيرت وفي حاجه شارت اضغط عليها وابدا اشوف الرسومات البيانيه مثلا عاوز رسومات بيانيه معينه بختار الشكل اللي يناسبني دايره بار ايا كان او كولوم اعمده فبختار الشكل اللي يناسبني واتك اوكي اول ما بتك اوكي بيبدا يفتح لي الشكل وبرنامج مايكروسوفت اكسل فوق لو بفتح لي الاكسل عادي عشان ادخل البيانات بتاعتي طيب انا عايز اعمل ادخل البيانات بتاعتي مثلا مبيعات لمحل بتاع اجهزه الكترونيه طيب اشر معايا طيب انا عندي هنا النوع والشهر طيب عندي شهر يناير يناير فبراير مارس طيب انا عندي اي انواع الالكترونيات مثلا عندي كمبيوتر تابعات، موبايل كتاب غيار طيب أنا عندي مبيعات الكمبيوتر لشهر يناير مثلا خمستاشر ألف وأبدأ أحط الأرقام والبيانات بتاعتي والطابعات نفس النظام يناير فبراير وأحط مثلا وأبدأ أدخل البيانات بتاعتي وأمن البيانات اللي أنا عايزها بدأنا نملى البيانات بتاعتي بدأ يظهر عندي البيانات اللي انا عدلتها فوق ودخلتها بدا تظهر عندي كتغير كمبيوتر تبعات موبايل كتغير شهر يناير باللون اللي قدامنا ده شهر فبراير بدا يحط اللون رمارس اللي هو اللون البني اللي قدامنا طيب. خلاص طيب عرفنا ان كل شكل او اداه بحطها بيبقى لها خصائص او ادوات معينه عندي اول حاجه بدا يظهر للش... للشكل اللي قدامنا ده هو الشكل الرسومات البيانات بدا يظهر ديزاين نفس اللي بي... نفس الاكسل بدا يظهر الش... الديزاين بتاع الشكل طيب انا عاوز الديزاين اغير الديزاين بتاعه عاوز مثلا تكون الارقام محطوطه على الاعمدة طيب عاوز اغير الالوان بتاع الاعمده بتاعتي بيحط لي مجموعه من الالوان بقدر اغير منها الالوان بتاع الاعمده طيب بعد كده دي اديت داتا مثلا عاوز تعدل في البيانات داتا بقدر اعدل في البيانات تاني عايز اعدل فيها طيب عايز الشكل بتاع رسم البيان عايز اغيره بختار طيب الفورمات بقى دي خاصة عرفنا ان الفورمات دي خاصة بال مثلا بالنصوص دي خاصة بالباك بتاع الشكل بتاع رسم البيان طيب انا عاوز اغير مثلا اللون بتاع النص وابدا بختار اللون بتاع النص او شكل النص اللي يناسبني اللي هو وورد ارت طب اللون بتاع النص هنا بختار اللون بتاع النص اللي يناسبني طيب في تاثيرات للنص بختار التاثيرات اللي انا عايزه وابدا انسق زي ما انا عايز. طيب في حاجه اسمها بردك الشكل البياني اللي هو سايز اللي هو الارتفاع والعرض ويتس وهاي فبختار الارتفاع بتاع الشكل والعرض بتاع الشكل اللي يعني طيب ندخل بعد كده في حاجة اه برضو ازاي اه, آه اوديو مثلا انا عندي اضرب نيو ستايت عاوز ادرك صوت فبختار عن طريق من قيمة انسيرت والميديا واوديو عندي طريقتين لادراك الاوديو عندي لما اوديو عندي آه صوت عندي على الجهاز بختار بشوف صوت عندي الجهاز او ريكورد انت سجل آه اوديو او صوت عندي طيب ايضا عندي خش بعدك ازاي الاشكال او الرسومات ازاي بدرك شكل طيب عايز ادرك شكل مثلا مربع او دايرة بختار اشكال من قائمة انسيرت واجي عندي شيبس شيبس واختار الشكل اللي يناسبني مثلا عاوز مربع اول اول ما بختارت المربع يبدا يظهر لي علامه الزائد فابدا على حته فاضيه وابدا ادرج واختار الحجم اللي يناسبني طيب انا عملت المربع طبعا عرفنا ان كل اداه او شكل بحطه بيبقى ليه خصائص فبدا يظهر لي الخصائص دروينج تولز الخصائص بتاعه المربع طيب خصائص المربع عندي طيب بدا يظهر لي عندي الش... عندي الشكل او الستايل بيديني الستايل بتاع المربع او الشكل اللي انا ادركته باللون بتاعه طيب بدا بردك يظهر لي الخطوط لو في خطوط في قلب الشكل او بكتب خطوط طيب ازاي بكتب جوه الشكل مثلا كلام باجي بقف على الشكل اللي انا ادركته تك كليك يمين وابدا حاجه اسمها ايديت تكست يبدا يظهر السهم بتاع الكتابه وابدا مثلا اكتب اي ايا كان بسم الله الرحمن الرحيم وابدا عند خلاص كتبت بسم الله بقى اختار شكل الخط اللي يناسبني او اللون بتاعه بختار اللون او التاثير بتاع الخط الافكت بتاع الخط بتاع او اختار البوردر بتاع الخط اللي يكون اللي هو الاطار بتاع الخط يكون شكله ازاي طيب عارفين شيب shape... آه طيب شيب فيل اللي هو خاص باللون بتاع الباك بتاع الشكل بتاع طيب شيب اوت لاين اللي هو خاص بالبوردر بتاع الشكل بتاعي عاوز لون الش... البوردر هيبقى شكله مثلا عايز احطه احمر طيب عاوز طريقة تأثير على الشكل بختار التأثيرات بتاعة الشكل زي ما انا عايز طيب تمام عندي بردك نفس النظام ممكن اختار الهاي والويتس الهاي بتحكم في الهاي من فونت من سايز والويتس بتاعه طيب في حاجة جميلة اوي انا الشكل ممكن احط له باك جراوند ازاي نقدر نحط للشكل باك جراوند ازاي بقى مثلا امسح امسح الناس واجع الشكل بخش الشكل ممكن احط له باك جراوند في حاجة اسمها من ديزاين بخش فورمات باك جراوند يبدا يظهر لي الفورمات او الفورمات بتاع الشكل او الخصائص بتاع الشكل باجي هنا من بيكتشر عندي يظهر عندي البيكتشر سورس بختار انسيرت وابدا فروم فايل من اللي هو الفايل عندك على الكمبيوتر او بختارها اونلاين فبختار فايل عندي على الكمبيوتر واختار الصوره اللي تناسبني واتك انسيرت يبدا عندي يحط الشكل عندي باك جراوند او صوره في الشكل طيب تمام عرفنا ازاي ممكن برضك بختار اللون اللي هو جريد جريد فيل اللي هو اللون بتاعي ممكن اختار اتحكم في الالوان درجه الالوان بتاعتي مثلا عاوز لون في بعض ابدا اتحكم في الالوان درجه تناسق الألوان مع بعض أيا كان زي ما انا عايز ببدأ اختار تناسق الالوان مع بعض طيب. عرفنا ازاي بعمل بغير لون الشكل اللي قدامي او بحط له باك جراوند صورة بعد كدة هنعرف ازاي بضيف جدول هندريج شريحة اسلاك جديد او شريحة جديدة وأبدأ او من قائمه إنسيرت في حاجه اسمها تيبل زي زيه الوورد برنامج الوورد او بختار فيه عن طريقه تر تر سريعه لانشاء الجدول بشوف عندي انسر الجدول بختار العمود كم عندي كم عمود وكم صف او بدك من انسر تيبل وابدا بيقول لي نمبر اوف كولوم عدد الاعمدة اللي انت عايزها ونمبر اوف رو عدد الصفوف مثلا عايز انشئ عندي الشكل زي ده قدامنا جدول زي ده عاوز انشئه طبعا عندي واحد اتنين اربع اعمدة واربع صفوف فبقول له انا عايز اربع اعمدة واربع صفوف فاجي اقول له اربع اعمدة واربع صفوف واتكه اوكي طبعا عرفنا اي عنصر او اي شكل انا بضيفه بيبدا له خصائص او ادوات معينه بدا الجدول بيبقى له خصائص اللي هو خاصه بالديزاين واللي اوت زي زي اللي بيظهر في البرنامج الوورد طيب ابدا املى البيانات بتاعتي اللي قدامنا انتهينا من من البيانات اللي انا دخلتها لك طيب عرفنا نبدا نخش على الخصائص الخاصه بالجدول طيب التيبل عاوز شكل التيبل يكون ازاي باختار الشكل اللي يناسبني وابدا اتكل اختاره وابدا انسه طيب انا عاوز بعد كده عندي حاجه اسمها الشيب دي خاصه او او الشادل. اللي هو خاصه باللون بتاع الجدول خلفيه الجدول بقدر اختار الخلفية بتاع الجدول او اللون بالكرر بتاع الجدول طيب انا عاوز ابين البوردر هو كده البوردر مش باين عايز احط البوردر للجدول وابدا من خلال ديزاين البوردر ابدا اختار انا اقول له عايز ايه البوردر. بوردر احط له كل البوردرات او الخطوط الفاصل ما بين الخلايا والاعمده طيب. عند عندي ارجع تاني عندي تاثيرات بردك لعرض شكل الجدول بقدر اختار الافكت او التأثير بتاع اللي يناسب الجدول طيب بعد كده في حاجة اسمها لي اوت دي فيها عبارة عن ادوات بقدر استخدام في الهاي زي ما احنا عرفنا كل حاجة الهاي بتاع السيلز سايز اللي هو ارتفاع الخلايا بقدر اختار او الويتس بتاع الخلايا بقدر اختار الويتس للخلايا او الجدول بتاعها طيب انا عندي هنا عاوز اضيف كمان صف فباجي هنا هنا بقول له انسيرت بلو يعني لتحت انزل اعمل صف لتحت ادرج لي صف لتحت فابدا ادرج لي صف لتحت طيب انا عاوز مثلا عاوز اعمل صف هنا مثلا ما بين الصف ده والصف ده فبقول له انسيرت ابوف الاعلى اعمل صف لاعلى ده يعمل لي ادراج صف الاعلى طيب انا عاوز ادرج عمود ناحية اليسار فأبدأ انسرت ليفت انسرت ليفت أبدأ أختار أدرج عمود طيب أنا عاوز أدرج عمود ناحية اليمين فبقول right. انسرت رايت عرفنا دي الخصائص بتاعت طيب عندي تيبل سايز دي خاصة بالهاي والويتس بتاعت التيبل اللي هو الهاي اللي هو ارتفاع العمود والويتس العرض بتاع العمود طيب مثلا أنا عايز أكتب أخلي الصنف دي بزاوية تسعين فعندي حاجة اسمها تكست ديكوريشن بردك زي ما اتعلمنا في النصوص تنسين النصوص بختار مثلا عايزها بزاوية تسعين طيب أنا عايزها بزاوية متين وسبعين اتلفاف بقدر أختار إتجاه الكتابة بتاعته طيب أنا عايز كل الكلام اللي في قلب الجدول يكون ناحية يكون متنسق في الوسط سنتر. انا عندي طريقتين للمحاذاه انا عندي المحاذاه بالنسبه للصف ومحاذاه بالنسبه للعمود انا عندي المحاذاه اللي انا عملتها دي بالنسبه للعمود ان انا بعمل محاذاه بالنسبه للعمود عاوز يكون محاذاه ناحيه اليمين بتعمل بالنسبه للعمود فبتتحرك بالنسبه للعمود عندي المحاذاه الثانيه بالنسبه للصف بتعمل محاذاه عاوز يكون ايه اونلاين توب بس بالنسبه للصف محاذاه في الاعلى بس بالنسبه للصف عاوز محاذاه في الوسط بالنسبة للصف عايز محاذاة في البوتن لأسفل يكون الكلام في أسفل الخلية بس بالنسبة للصف طيب وعندي برضك إتجاه الكتابة في خ... من خصائص الجدول اللي هو إتجاه الكتابة عندي في الـAlignment بختار إتجاه الكتابة عندي اللي هو بيبقى رايت تو ليفت أو ليفت تو right بختار بردك إتجاه الكتابة عندي طيب. وأنا أكتفي بهذا القدر. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله